مركز التعليق نتواجد مع حضراتكم، سعيد بصحبتكم اليوم في هذه المباراة، فريق ليفربول في مواجهة المدفعجية نادي أرسنال. اللقاء والمباراة تنطلق بأقدام لاعبي ليفر. تماس لأرسنال. أليساندرو ديل بيرو. نيمار. فيل فودن. نيمار وفرصة هدف فلان. يمنع عبور التسويبة. رمية تماس لصالح الجانرز. مساندة تصل الآن. الكرة مع الليفر. شخصيا كنت أتوقع بأن الحكم سيخرج البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، لكن اكتفى هذه المرة بالإنذار الشفوي. على اللاعب أن يحذر في الوقت المقبل من هذا اللقاء، لأن الحكم قد يخرج الكرت الأحمر مباشرة بعد هذا التنبيه. بيلعب لك كرة بينية عالية. تكون هذه الفرصة. الحارس يتصدى للكرة بدون أي صعوبات. فيل فودن. أليخاندرو غوميز. نيمار. الحكم يقرر إتاحة الفرصة أمام ليفربول. فرصة خطيرة مع نيمار. هدف أول في هذه المواجهة عن طريق البرازيلي نيمار. أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. نيمار. فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. كارلوس ألبيرتو. نيمار وفرصة هدف الآن. تدخل مثالي يبعد الخطر. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. شوط أول كان رائع للكانرز، سنرى ما سيقدمه في شوط المباراة الثاني. يحصل على المساندة في هذه اللحظات. تحول الاستحواذ بعد محاولة كان واضح أنه ممكن تشكل خطورة. تيمو فيرنر. الكرة تعود للأرسنال. لاعب يفقد السيطرة على الكرة، بالتالي الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. ديفيد ألابا. أليخاندرو غوميز. نيمار. ما نراه في الملعب من الجمهور يعكس لنا مدى الشغف الذي تقدمه لنا كرة القدم. الله على هذه اللعبة التي تجعلك تتعلق بفريق بعينهم دون أن تعرف الأسباب، تجعله سبباً لفرحك وأحياناً لحزنك. لكن ما من عاشق لكرة القدم كف عن عشق فريقه أبداً. اللعبة التي تعود لقديم الزمن وتحديداً في الصين في 476 قبل الميلاد كما يقولون. تبديل في فريق أرسنال. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. في منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز.
يحتسب الخطأ. يتخلص من رقابة فدائية من حارس. ما الذي فعل حارس المرمى؟ خطأ قد يندم عليه. حارس يخرج في توقيت مثالي، يبعد هذه الكرة، يبعد الخطورة. مايكل أنطونيو إمكانية للتسديد، ما لعبها بشكل سليم، كان في ضغط كبير عليه من الدفاع، كان ممكن يفكر في حلول ثانية في اللقطة الماضية، لكن برافو للدفاع في التغطية. دقائق يضيف حكم المباراة إلى عمر اللقاء. كرة بتروح للمنافس. تدخل ناجح من جانب ديفري. ولا تأتي سطرة نهاية المباراة وفوز رائع.